أهلا وسهلا بكم في صدى أقلام من جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. نقرأ في البصائر: الميليشيات تسيطر على منفذ القائم بغياب الدولة. في المدى نقرأ عن قوى سياسية تبحث عن مخرج قانوني يجيز إقرار قانون الموازنة. وفي القدس العربي نقرأ عن العراق: المتظاهرون يواصلون رفضهم لمرشح أحزاب السلطة لخلافة عبد المهدي. أما في كتابات فنقرأ عن غضب بين العراقيين لاستمرار استهداف داعمي المتظاهرين والعصيان الطلابي يتواصل. نقرأ في عربي 21 عن اغتيال ناشط ببغداد ومقتل شرطيين بكركوك بهجوم لداعش. في العربي الجديد: الرئيس العراقي يمدد لنفسه المهلة الدستورية ويعيد جدل الكتلة الأكبر. وفي الشرق الأوسط: وزيرة الداخلية اللبنانية تطلب التحقيق في المواجهات بمحيط البرلمان. أهلا بكم. نبدأ من ثورة تشرين. ليس من السهولة استسلام المنظومة التنفيذية للمشروع الإيراني في العراق. ولدى سليماني أوراق أخرى لمنع انتفاضة شعب العراق من تحقيق أهدافها. مقال للكاتب مجد السامرائي منشور في صحيفة العرب اللندنية. بعد مرور 75 يوما على الانتفاضة، هل استطاعت مؤامرة قاسم سليماني الانتصار على العراقيين؟ الجواب كلا، فقد تضاعفت شدة الاعتصامات وتعمق شعاراتها، حيث أصبح لها برنامج واضح المعالم لرسم مستقبل العراق بعد تخليصه من زمر القتل والفساد. ولهذا تصاعدت أساليب قمع الانتفاضة ما بين القتل المستمر والاختطافات ومحاولات اختراق جبهة المعتصمين، خصوصا في بغداد بعد فشل عمليتي الناصرية والنجف وانحياز العشائر العربية في محافظات الجنوب إلى جانب أبنائهم المنتفضين، كما فشلت آخر حلقة من حلقات إثارة الفتنة داخل ساحات الاعتصام ببغداد بافتعال مسرحية قتل وتعليق جثة قاتل المتظاهرين لإعطاء انطباع يسيء إلى سمعة شباب الانتفاضة وسلميتهم. لم يتوقف سليماني عن تنفيذ برنامجه الدموي وسط رعب وقلق يسيطران على أزلامه ببغداد بعد أن تصاعد الاستنكار العالمي من منظمات حقوق الإنسان، ثم إفصاح مجلس الأمن عن موقفه الذي تأخر كثيراً عن مطالبة الحكام في العراق بالتوقف عن تنفيذ مسلسل القمع الوحشي، إلى جانب الموقف الأمريكي الذي يربط إدانته بالهيمنة الإيرانية على مقدرات العراق، رغم أن الأمريكان هم الذين جاءوا بهذا النموذج المتخلف والرث من السياسيين إلى الحكم. وختم ماجد السامرائي مقاله بقوله: إن المأزق السياسي مستمر في عدم قدرة سليماني على إيجاد رئيس وزراء بديل لعبد المهدي. أمام إصرار الانتفاضة على ترشيح رئيس وزراء بالمواصفات الشعبية ولا دور للأحزاب في ترشيحه، لكن القضية في نظر سليماني ليست في الاختيار، وإنما تكمن في خشيته من أن تحقيق مطالب الجماهير في اختيار رئيس الوزراء يمكن أن يؤدي إلى تساقط أحجار الدومينو في مطالب حل البرلمان والقانون الانتخابي وتعديل الدستور على طريق إزاحة الأحزاب، وهذا ما يؤرق النظام الإيراني. الآن إلى مقال آخر ومنشور في صحيفة المدى عن صراع السياسيين والأحزاب حول منصب رئيس الوزراء ورأي الشارع. كتب علي حسين: سيقول البعض: يا رجل، ما لنا ومؤيد البدر الآن ورئيس الجمهورية برهم صالح لا يعرف حتى هذه اللحظة من هي الكتلة الأكبر في البرلمان؟ يا سادة، وما الغريب؟ ففي ظل هذا البؤس المقيم تحولت السياسة في العراق إلى موضوع للفرجة
بكثير من الأسى والضحك، بحيث لا يجد الجمهور أمامه سوى مهرجانات من الصراخ. الكل يقول أنا الأحق بالمنصب لأنني مستقل، وهم مدركون تماماً أن كتلة أكبر تشكلت في ساحات الاحتجاج هي وحدها صاحبة الحق في الموافقة على رئيس الوزراء القادم. اليوم غاب صوت البدر الذي جمع العراقيين حوله أكثر من نصف قرن، لنسمع صراخ سياسيين يطالبون بامتيازات الجهاد، متوهمين أنهم حرروا العراق من سلطة الدكتاتورية. نواب وسياسيون منفعلون منذ سنوات، في كل يوم نراهم أكثر عصبية، يرفعون إصبعهم بوجه كل من يتحدث عن الخراب والانتهازية والقتل على الهوية. قوتهم الدفاعية على أهبة الاستعداد لملاحقة ومحاصرة كل من تسول له نفسه بالحديث عن أخطاء الحكومة وخيباته. علي حسين جاء في مقاله أيضا يريدون من العراقيين جميعا أن لا يغادروا عصر السمع والطاعة، يقولون لك إن منصب رئيس مجلس الوزراء لا يمس ولا يجوز الاقتراب منه. الآن إلى مقال منشور في العربي الجديد، وجاء في بدءه قبيل انتهاء المهلة الدستورية الممنوحة بحسب الدستور للرئيس العراقي برهم صالح لتكليف رئيس وزراء جديد بدلا عن عادل عبد المهدي الذي استقال مطلع الشهر الحالي استجابة للضغط الشعبي. قبيل كل هذا وجه صالح خطابا رسميا إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي يطلب منه تسمية الكتلة البرلمانية الأكبر في البرلمان ليكون بمقدوره تكليف مرشحها لتشكيل الحكومة. عودة العملية السياسية للمربع الأول عنوان التقرير الجديد لصحيفة العربي الجديد. وأكد عضو في البرلمان العراقي باتصال هاتفي مع العربي الجديد بأن الرد على خطاب رئيس الجمهورية سيكون محرجا لرئاسة البرلمان، موضحا أن الكتلة الأكبر في البرلمان هي سائرون كونها تصدرت نتائج الانتخابات، في حين يقول تحالف الفتح إنه الكتلة الأكبر بعد تنازل سائرون عن حقها بتشكيل الحكومة ومنح هذا الحق للمتظاهرين. وعرب النائب عن استغرابه من بيان برهم صالح كون أغلب الكتل تنازلت عن حقها بتسمية رئيس للحكومة ولم يتبقى سوى تحالف الفتح، ما يعني أن أي كتلة أو تحالف سيكون الأكبر غير مهم للآخرين، معتبرا أن صدور الكتاب قبل يوم من انتهاء المهلة للحديث أيضا عن أنه تسلم كتاب التكليف يوم الرابع بهذا الشهر وليس في الثاني منه، حيلة دستورية جديدة سببها ثغرات دستورية لا يمكن استمرارها. أستاذ العلوم السياسية علي حسين الجبوري قال للعربي الجديد إن رئيس الجمهورية أراد التخلص من عبء اختيار رئيس الوزراء الجديد، فرمى الكرة بملعب البرلمان الذي سيكون مطالبا بالإجابة على استفهام الرئيس قبل انتهاء المهلة الدستورية منتصف ليل الثلاثاء المقبل. وختمت العربية الجديد تقريرها بقولها إن الذي يعني المتظاهرين هو تغيير كل أقطاب الطبقة السياسية الحاكمة بالسبل السلمية دون استثناء لأي منهم. الآن إلى صحيفة الشرق الأوسط، وجاء فيها حول مسألة اختيار الرئيس الجديد للوزراء وموقف المتظاهرين منه. استبعد ناشطون لصحيفة الشرق الأوسط استبعدوا توقف المتظاهرين أو المظاهرات في عهد رئيس الوزراء الجديد، فالأمر لا يتعلق به وحده حتى لو اختير استنادا إلى شروط المتظاهرين. نتابع المزيد في سياق هذه المادة الصوتية. بغض النظر عن الموعد النهائي للمهلة الدستورية التي يفترض أن يقدم رئيس الجمهورية برهم صالح مرشحه الجديد لرئاسة الوزراء أمام البرلمان لنيل ثقته، تواصل جماعات الحراك العراقي ضغوطها الشديدة من خلال التظاهرات والاعتصامات والإضرابات المتواصلة لإرغام الحكومة وقواها السياسية على تنفيذ المطالب الجماهيرية، وفي مقدمتها اختيار رئيس وزراء مطابق للمواصفات والشروط التي وضعتها جماعات الحراك حصرا وليس تلك التي تتطابق مع مصالح القوى السياسية وأنجدتها.
ويتداول الناشطون منذ أسابيع مجموعة شروط يجب توفرها في الرئيس الجديد للوزراء، منها أن يكون مستقلاً وغير منتم إلى أي جهة سياسية وبعمر لا يتجاوز 55 عاماً، ولم يسبق أن تسلم مناصب عليا في الدولة، إلى جانب نزاهته وحسه الوطني وقدرته على محاسبة الفاسدين والمتورطين بدماء المتظاهرين. الصحفي والناشط ميثم الشباني في محافظة الديوانية فيشير إلى وجود اتجاهات احتجاجية متشددة في المحافظة لا تعول كثيراً على انتخاب رئيس وزراء جديد، وتريد إنهاء النظام السياسي برمته، وتصر على مواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق هذا الهدف. جاء في مقال فضل النشمي أيضا أن التظاهرات مستمرة حتى وإن اختير رئيس وزراء جديد، ويقول في نهاية مقاله إن المتظاهرين سيجدون من السلطة وميليشياتها المزيد من المصاعب في الأسابيع المقبلة، وقد أبلغتنا جهات أمنية داخل المحافظة عن وصول فرق اغتيالات للمدينة قبل 3 أيام لتصفية الناشطين في التظاهرات. هذه العصابات لن تستسلم، بحسب ناشطين. الآن إلى موقع عربي 21. رغم أن مطلع التسعينيات قد شهد انحسارا لافتا للتيارين اليساري والقومي في الشارع العربي، إلا أن مسار أوسلو التصفوي للقضية الفلسطينية وما تبعه من هرولة رسمية عربية باتجاه الكيان الصهيوني والتبشير بشرق أوسط جديد يتسيده الكيان الصهيوني، ما لبث أن دفع الإسلاميين الذين كانوا قد تسيدوا الشارع حينها، دفعهم إلى إنشاء تحالفات مع التيارين المشار إليهما من أجل توحيد الجماهير في مواجهة ذلك الخطر. مقال للكاتب ياسر الزعاترة في موقع عربي 21 حول مواقف التيارات العربية والقومية. جاء الغزو الأمريكي للعراق ليشكل علامة فارقة في المشهد السياسي، إذ دفع الشيعة السياسية إنجاز التعبير نحو حالة من غرور القوة غير المسبوق، فيما كانت إيران قد تعاونت ضمنياً مع الغزو وتالياً مع منظومة التعاون معه بعد ذلك. كان لافتاً أن ذلك قد بدأ يحدث شرخاً في العلاقة بين أركان التحالف الممانع إياه، إذ وقف الإسلاميون السنة باستثناء جزء منهم داخل العراق ضد الغزو وضد التعاون معه، وكذلك كان حال اليساريين والقوميين، فيما بدأت مشاعر الغالبية السنية تتغير حيال إيران وتحالفها. جاءت حرب تموز 2006 في لبنان ليشهد الموقف منها قدراً من الانقسام بسبب ما جرى وكان يجري في العراق، لكن الغالبية ما لبثت أن تجاوزت ذلك ووقفت بجانب حزب الله في المعركة من دون أن يتغير الموقف مما يجري في العراق، إذ وقف الإسلاميون السنة وكذا اليساريون والقوميون بجانب المقاومة العراقية التي تسيدها السنة. في موقع عربي 21 ختم ياسر الزعاتر مقاله بقوله إن الخلاصة هي أن تكون إنساناً، وهذا خير لك من أن تكون كائناً سياسياً بلا ضمير، فلا شيء أسوأ في الحياة من فقدان الضمير، بخاصة حين يتعلق الأمر بأفراد لا يملكون سلطة يدافعون عنها ويدوسون القيم لأجلها، مع أن ذلك مجرم أو مع أن ذلك مجرماً في كل الأحوال. الآن إلى المقال الأخير وهو من صحيفة الشرق الجزائرية، وجاء فيه بنجاح السلطة في تنظيم الرئاسيات وإقناع قرابة 10 ملايين جزائري بالمشاركة فيها، تكون قد كسبت ثاني أخطر امتحان وجودي بعد الامتحان الذي تعرضت له عقب انتخابات 26 من كانون الأول ديسمبر عام 1991، في حين تعرض الحراك لنكسة كبيرة قد تدفعه إلى مراجعة حساباته ومطالبه. مقال نشرته صحيفة الشروق الجزائرية للكاتب حسين لقرع، نتابع. المعضلة التي سيواجهها الرئيس هي عدم وجود ممثلين لهذا الحراك منذ 10 أشهر كاملة، فمع من يتحاور إذن وكيف؟ وفضلا عن ذلك، سمعنا جزائريين متطرفين بالخارج يدعون إلى الرفض القاطع لدعوة تبون إلى الحوار لأنها تعني الاعتراف به رئيساً،
والاعتراف بانتخابات السلطة والقبول بتجديد نفسها، وتتمسك هذه الأصوات المتطرفة بضرورة استمرار الحراك إلى غاية تحقيق أهدافه، وأهمها الذهاب إلى المرحلة الانتقالية والمجلس التأسيسي. وإذا نجحت هذه الأصوات المتعصبة في نسف الحوار قبل أن يبدأ، فلن يكون أمام الرئيس الجديد إلا المراهنة على عامل الوقت والشروع في تنفيذ إصلاحاته ووعوده للجزائريين بالتغيير وتجسيد التزاماته الانتخابية 54. وفي مقدمتها إجراء تغيير عميق للدستور ومراجعة قانون الانتخابات وحل المجالس المنتخبة والذهاب إلى انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة وفتح المجال واسعا للشباب لتبوؤ المسؤوليات في الدولة ومواصلة مكافحة الفساد وإصلاح الوضع الاقتصادي والاجتماعي. وفي الوقت نفسه يرجح أن ينتظر الرئيس صدور أحكام قضائية نهائية بحق مسجوني الحراك، ثم يستعمل حقه في العفو الرئاسي لإطلاق سراحهم قصد تهدئة الخواطر والنفوس. في المقال المنشور بإحدى صفحات جريدة الشروق الجزائرية جاء أيضا: إنه من المفارقات أن حراك 22 من شباط فبراير قد أسقط بوتفليقة، وكان سببا في وصول تبون إلى قصر الرئاسة، لذلك وصفه بالمبارك. الآن إلى هذا الخبر بعد الانتهاء من زاوية المقالات، وجاء في خبر اليوم: قد يؤدي التعرض إلى بعض الضغوط في سن مبكرة قد يؤدي إلى التمتع بحياة أطول، وفقا لنتائج الأبحاث التي أجريت حول أحد أنواع الديدان الأسطوانية وهي الربداء الرشيقة. ففي تقرير نشر بموقع جينيتيك أند بيوتكنولوجي تناول دراسة حديثة أجراها علماء من جامعة ميشيغان، وأظهرت الدراسة أن الإجهاد التأكسدي الذي نتعرض إليه في وقت مبكر من الحياة يزيد من قدرتنا على مقاومة الإجهاد في فترات قادمة من الحياة، وفقا لما أوردته دافني بازوبولو الحاصلة على الدكتوراه، وهي الباحثة الأولى في الدراسة المنشورة بدورية نيتشر. ونقل الموقع عن أورسولا جاكوب الباحث المراسل بالدراسة وأستاذ البيولوجيا الجزيئية، نقل عنه قوله: نظراً للعلاقة المتينة بين الإجهاد والشيخوخة والأمراض المرتبطة بالتقدم في السن، نظراً لكل ذلك فإنه من الممكن أن تؤثر الأحداث المبكرة في الحياة أيضاً على استعدادنا للأمراض المرتبطة بالسن على غرار الخرف ومرض الزهايمر. الآن نذهب إياكم إلى الكاريكاتير.
مشاهدينا وصلنا إلى ختام صدى الأقلام، طاب نهاركم وإلى اللقاء.